بسم الله. دلوقتي مع بعض البروجكت اكسبلور من فايل، اقول له انا عايز اشغل بروجكت اكسبلور، فبيظهر معايا هنا اقدر اثبته لو انا عايز، تمام، او اخليه يختفي تلقائيا اول ما اكونش انا بستخدمه. بلاقي هنا لينكس، دي روابط للحاجات اللي انا ممكن اشتغل عليها، وهتلاقي حاجات فيها اوتوكاد، حاجات فيها وورد، حاجات اكسل، حاجات صور بي دي اف، دي جي ان، تمام. فتقدر تختار اي ملف وتفتحه، تمام. دي مثلا حاجات زي ديتيلز صغير، تمام. ممكن اي واحد فيهم اروح اقول له اوبن فتتفتح معايا وابدا اشتغل عليها، تمام. او ان انا ارجع المشروع اللي كنت فيه واقول له انا عايز اسحبها اكسريف بالشكل دوت، اي واحد فيهم اروح اسحبها واحطها في اللوحه بتاعتي، تمام. هتظهر معايا بالشكل دوت. ممكن نسحب حاجة تانية، تمام. ممكن تسحب اوتوكاد، ممكن تسحب بي دي اف، ممكن تسحب اي حاجة انت عايزها، اي مشروع انت عايز تسحبه ممكن تروح تسحبه نفس الطريقة ديت، تعمل له اتاشمنت وتبدأ تشغل عليه. اي بص، دي في 3D اديت الايه، تمام. وهتلاقي هو منظم الملفات، عندي لينكس وعندي فايلز. الملف اللي انا فاتحه دلوقتي ده الحاجات اللي جواه، الدايمنشن ستايل، التكست ستايل، التاجات. تقدر تشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندك في المشروع. طبعا احنا لسه ما عملناش حاجه. الليفلز دي الليفلز اللي موجوده، ودي اللينكس اللي احنا ممكن نبدا نشتغل عليها. ممكن نفتحها او نعملها بليس موديل او كوبي، او نحطها اد لينك تو اليمنت زي ما احنا عايزين.